هو بيراميدز ممكن ياخد الدوري السنه دي؟ لا انا من زمان حتى كنت في مره مع الكابتن طارق في برنامج، فكان ساعتها جايب لسه الصفقات جايه، فكنت بقول له دايما المنافس القوي هيبقى بيراميدز يعني للاهلي. المنافس القوي للاهلي؟ للاهلي فالكابتن طارق كان بيقول لي الزمالك وكده، قلت له كانت مشكله نادي الزمالك في مراكز هيعاني منها الفتره الجايه، طول ما هو ماشي في الدوري، طول ما في كل 3 ايام ماتشات، الباك رايت الباك ليفت الهاف رايت الهاف ليفت الفيرويد، فدي هتعاني منها، فانت مش هتقدر نادي الزمالك يروح للحته اللي فوق ديت او ينافس النادي الاهلي بسبب المراكز ديت. حتى مشاكل حراس مرمى برضو، شويه تلاقي عواد فوق وشويه تحت، فبرضو مش مستقر قوي يعني. فدايما انا كنت بقول ليه المنافس القوي بتاع النادي الاهلي بيراميدز عنده سكواد جامد، عنده لعيبه كويسه موجوده في الملعب. كل سنه بيراميدز بيبقى عنده سكواد جامد. ما هو بقى النقطه بس السنه دي ايه المختلف؟ النقطه بقى الثانيه اللي الواحد سال عليه، قعدت اسال واشوف طب ايه الاختلاف، ايه المدير الفني عمل ايه، هو نفس يعني المدير الفني جه تعادل كام ماتش كده ومش عارف ايه ومشي كويس وفضل ماشي كويس. الروح الجماعيه بدات مع اللعيبه مع بعض، بدا الراجل يعمل برنامج، يجوا بدري بيقعدوا مع بعض يفطروا يشوفوا الاخطاء بتاعتهم ايه، بداوا بعد بعد التمرين يقعدوا شويه، فبداوا يقعدوا اكن اليوم الكامل، فبداوا يقربوا من بعض. بدا الامور لما بداوا يكسبوا ماتش ورا التاني، طب ليه يا رجاله ما نفكرش ان احنا ناخد الدوري؟ يعني وهو عنده الامكانيات كلها، وخلي بالك هو عنده كل الامكانيات ما عدا الجمهور والاعلام. هسالك بدري، مين ممكن يكسب او مين فرصه في الفوز بالدوري اكبر على الوضع الحالي؟ النادي الاهلي. ما فكرتش، لا ما فيش تفكير. كل الكلام الحلو على باله من زمان شويه. لا ده كلام حلو. ده كلام حلو. ده كلام حلو بس النادي الاهلي ياخد الدوري. ده حبا وانتماء في الاهلي، ولا شايف انه هو النادي الاهلي ياخد الدوري؟ يعني هياخده ليه يا كريم؟ عنده الدوافع، عنده كل حاجه. عنده اعلام، عنده جمهور. انت ممكن بيراميدز يجي في ماتش كده قدام نادي الزمالك يخسر. انت مبتسم ليه طيب؟ عشان عنده اعلام وعنده جمهور. على فكره هو نفس القصه، نادي الزمالك عنده اعلام وعنده جمهور الإعلام. وعنده لعيبه جامده، عنده 30 لعيب ولا 25 لعيبه جامدين. منتخب مصر انت دلوقتي منتخب مصر كام لعيب من النادي الاهلي بالاحتياطي؟ وبيراميدز عنده لعيبه على فكره دوليه في مصر وبره مصر. خليني بس بالراحه. جيل 2006 رجع تاني، ان انت واخد ال 11 لعيب بالاحتياطي بتاعه. احنا كنا 11 لعيب بالاحتياطي، كان اسلام الشاطر وعبد الوهاب. طيب الله يرحمه. طيب كابتن طارق رايك ايه؟ هقول لك انا الفرق في بيراميدز السنه دي المدير الفني. عندهم مدير فني من ساعه ما جه هو بس الروح القتاليه داخل اللعيبه، زائد ان هو بيلعب واخد، عارف انت، هو باكج على بعضه، بس واخده ماتش ماتش. انا بخلص الماتش ده بقفل على فرقتي، بشتغل على الماتش اللي بعديه. هو مش شايف اي حاجه قدامه الا كل ماتش بيلعبه في اليوم بتاعه. ودي نقطه. لما الكابتن حسن قال انه الاهلي هو اللي هيكسب الدوري في الاخر بسبب انه عنده ممكن افضليه ل من نادي بيراميدز، انه ممكن ياخد مسانده اعلاميه معينه، ممكن جماهيريه طبعا الكبيره الضخمه، فممكن دي اللي تدي الافضليه للاهلي. الافضليه للاهلي عشان الجزء اللي قاله حسن. انما بيراميدز السنه دي لو فضل الراجل مركز ولاعيبته مركزين، لان خد بالك الماتش بتاع المقاولين، معلش هقطعك يا كابتن. والنقطه الثانيه، النادي الاهلي خلص الماتشات، يعني خلص الماتشين الكبار قدام الزمالك. لا 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 كسب. لا 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 يعني كسب الماتش الثاني. لا يا حسن، لا عنده سيراميكا وعنده المصري وعنده بيراميدز ماتشين. كابتن طارق، كابتن طارق، في الاخر لما النادي الاهلي لعب نادي الزمالك، حتى لو نادي الزمالك يعني مش عايز اقول كلمه، يعني مش في افضل احواله، بس على فكره الزمالك لعب الاهلي مش في افضل احواله الدور الاول، بيبقى ماتش صعب على النادي الاهلي، وماتش المصري ماتش صعب، وماتش سيراميكا ماتش صعب، وماتش بيراميدز الاثنين ماتش صعب. لا لا انا عايز اقول حاجه، ان كل ماتشات الدوري صعبه، والدليل ان الاهلي كسب برضه الداخليه في الاخر بصعوبه. لا لا، بالدليل ان انت كل ماتش مش عارف مين يكسب. انت لو ما جبت الجدول دلوقتي، الداخليه كسبت صح، البنك كسب 5، مش عارف مين عمال يكسب، مش عارف مين هيكسب مين. طبعا فديت هي دي النقطه. عشان كده بقول لك ايه بقى، بقول لك فرقه بيراميدز الراجل بدا يشتغل بشكل مختلف مع عقليه اللعيبه، ووصلهم لمرحله فنيه عاليه جدا، ونسبه تفاهم عاليه جدا. زائد ان عندهم 3-4 لعيبه في الفرقه، طبعا كل التيم جامد جدا، بس في 3-4 لعيبه في الفرقه بيعملوا الفرق بشكل قوي جدا جدا جدا، ولما البديل بتاعهم بينزل بيبقى اقوى منهم. عندك مصطفى فتحي، عندك ابراهيم عادل كان قبل ما يتوقف رمضان صبحي،
كان عندك فخر لقاي وميالي الاثنين اي حد فيهم بيلعب بيكسر الدنيا وبيعرفوا يهدفوا. عندك بلاتي توريه ومهند لاشين والكارتي.